اخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد الاكله ولا وصفه جديده اللي هي الكراتان بالخضر. غادي نشوفوا المقادير. عندي هنايا شويه ديال الشيفلور، وعندي شويه ديال الكورجيت ولا القرعه خضراء، وعندي واحد البطاطا. نتوما تقدروا ديروا اي خضرة عندكم، خيزو اي حاجه. عندي هنا واحد القدر، واحد شويه ديال الصوصيط. تقدروا ديروا الصوصيط، تقدروا ديروا الكفته، هكا الطريفات ديال الدجاج اللي بغيتوا. تقدروا ديروا حتى هكا كبله اللحم بلا حتى حاجه، كيجي زوين. عندي شويه البزار، شويه الملحه، عندي شويه القزبر، وواحد جوج فصوص ديال الثومه. بالنسبه لاصوص بيشاميل، غادي نستعملوا جوج معالق كبار ديال الزبده ولا 50 غرام، وعندي جوج معالق كبار ديال الفرينه ولا 50 غرام، يعني قد الفرينه قد الزبده. وعندي هنايا نسيت روحلي. اول حاجه غادي نبداو بها هي غادي نشحروا هذا الصوصيط. باشي تلقد الكريمه ديالو، وفي نفس الوقت غادي نوجدو حنايا البيشاميل ديالنا. هنايا عندي في كاسرونه. بالنسبه للبيشاميل، هنايا في كاسرونه غادي نديرو ديك الكميه ديال الزبده. غادي نضيفو شويه الملحه وشويه البزار، اللي الا كانت اللي كيبغي الكوزه يدير الكوزه. وغادي نضيفو الربيع، صافي، ونطفيو عليها البوط. غادي ناخذ واحد الطاوه، غادي ندهنوها بالزبده مزيان، ونرشو عليها شويه ديال لا شابلور. غادي نسدفو الخضره ديالنا. غادي ناخذ هذاك الصوصيط وكنفركتوها بعد ما قطعته. غادي نوزعو كامل على الكراتان ديالنا باش يجي قدام كل واحد، يعني ما نخليوهش في واحد البلاصه، هي كيعطي واحد المذاق وصافي. حنا الغرض من هاد الكراتان هي الخضرة. غادي ناخدو هداك البيشاميل ديالنا، غادي نخويو هداك البيشاميل ديالنا كامل على بعد ما تحمر الكراتان ديالنا مزيان. دابا غادي نزيدو شويه الفرماج من الفوق، اللي بغى يدير لداخل الفرماج يمكن له يدير.